يجي لك مثلا يقول لك ايه، صليت على النبي، مدرس يتحرش بسبع تلميذات في الخبر طار، بسبع تلميذات داخل الفصل، وحالة من الذعر داخل مدرسة المحمدية بالعمرانية. وبعدين يقول لك ايه، اصل الاعلام بيعمل. الله يا جدعان، ده المدرس اللي عمل، مش احنا اللي عملنا. المدرس هو اللي عمل، المدرس هو اللي احتك بالبنات في الفصل. المدرس حسب ما موجود قدامي في الخبر، السيد وزير وكيل النيابة الاستاذ رئيس النيابة احمد المغازي، له كل التقدير والاحترام، هو اللي محقق مع مدرس اللغة العربية نجيب الريحاني في مدرسة المحمدية الابتدائية بنات بالعمرانية لاتهامه، مش تأليف، مش خيال علمي، مش تأليف، ده كلام تحقيق حصل، بهتك عرض والتحرش بسبع تلميذات سبع مرة واحدة. مش عارف ازاي يعني، بالمدرسة داخل الفصل، خد دي عندك. واستمعت النيابة لأقوال المجني عليهن، وأكدن أن المدرس المتهم كان يمسك، أنا آسف على التعبير بس ده اللي مكتوب في الورقة قدامي، يا كان يمسك أجزاء حساسة من أجسامهن ويقبلهن عنوة، وأمرت النيابة بتكليف المباحث بعمل التحريات حول الواقع. مثلا يعني ادي حاجة، بص يا سيدي، الخبر اللي طار ده بيقول ايه بقى، ان اجهزة الكاميرات اللي محطوطة على باب الجامعة كانت معطلة، للداخلية اكتشفت وهي بتحقق في الواقع اللي حصلت امبارح، الضرب اللي حصل على بوابة جامعة القاهرة، انه الكاميرات كانت معطلة. بعدين يقول لك الاعلام بيبالغ، الاعلام اصل بيعمل مشاكل. الله، بالذمة دي مش حاجة تضحك؟ صوروا كل الترتيبات اللي حصلت في جامعة القاهرة، وكل الهيصة اللي احنا عملناها والناس عملتها، وكلمنا دكتور جابر والدنيا والامن وشركة فالكون و 7000 واحد من فالكون و 8000 واحد من مش عارف ايه، ونادي الاسيوطي بيلعب كرة جامدة وحاجات زي كده. ماشي الحل، تصدقوا ان الكاميرات بتاعت البوابة الرئيسية في جامعة القاهرة عطلانة؟ ده منين؟ ده مين اللي قال كده؟ ده محمود المذيع فلان بيبالغ، او المذيعه فلانه بتبالغ. يا عم بيألف كلام يا عم الحاج، ده الداخليه اللي قالت، هو احنا جبنا حاجه من عندنا؟ ده الداخليه هي اللي قالت الكلام ده، والله العظيم الخبر كده. هات يا تحدي ناولني الخبر اللي وقع ده، انت فين يا سكري؟ يا سكري ناولني الخبر اللي طار ده، ادي اللي كان في الجامعه امبارح. فمش عندنا، مش الكلام، هات تعاون النبي يا استاذ خالد، معلش يا استاذ خالد نولني الخبر ده. شكرا استاذ خالد البنداري صديقي العزيز، اهو هرركوا الخبر عشان خاطر ما يبقاش برضو. انفجار الجامعه يكشف، كاميرات المراقبه معطله، مش الداخليه اللي قالت بقى، دي النيابه. كشفت تحقيقات النيابة عن مفاجأة في حادث انفجار عبوة نصف أمام محيط جامعة القاهرة، الذي أسفر عن إصابة ست رجال شرطة وخمس مدنيين أمس. وتبين أن كاميرات البوابة الرئيسية للجامعة معطلة ولم ترصد موقع الحادث قبل الانفجار، بينما فتحت مديرية أمن الجيزة تحقيقا بسبب تكرار الواقع أكثر من مرة. كويس، زمايلي شاكرين الزار الإربيس في مشكلة، قالوا لي إن هاتفيا معانا على الهاتف الدكتور جابر نصار. كويس جدا، دكتور جابر مساء الفل. مساء النور يا صديقي، إزاي حضرتك؟ بخير والله الحمد لله. إيه حكاية الكاميرات اللي كانت معطلة دي يا دكتور؟ بس المعلومة يعني مش دقيقة، لأنه منظومة الكاميرات في جامعة القاهرة كلها شغالة وما فيش في أي مشكلة، في كاميرا على البوابة الرئيسية بذات مواصفات خاصة، الشركة اللي بتركب الكاميرات
كانت لسه ما استوردتهاش، لانه انما في كل الاحوال يا استاذ محمود منظومه الكاميرات في الجامعه ما بتجيبش، مش ممكن تجيب المساحه اللي حصل فيها الانفجار. يعني النهارده الانفجار كان بينه وبين بوابه الجامعه 120 متر. لا معلش يا دكتور جابر، انا اولا دكتور جابر يعني انا يعني حول حضرتك المكتوب قدامي ان دي تحقيقات النيابه، دي مش تحقيقات. ايوه ما انا بقول لي ساعتها. وبعدين الكاميرا اللي على باب الجامعه في كاميرا معطله؟ لا مش معطله، كاميرا كانت لسه ما ركبتش. طيب يبقى يعني ما بتشتغلش. لما ما هي ما ركبتش، انما منظومه الكاميرات كلها شغاله وراصده كل شيء، انما في حدود لمنظومه الكاميرات في الجامعه، ما هي ما تقدرش تتخطى الشارع، لان الجامعه مش من الجامعه مش مسموح لها ان هي تركب كاميرات في الشارع. اللي حصل ده بعيد عن باب الجامعه ب 120 متر. منظومه الكاميرات في الجامعه ما تجيبش المساحه دي كلها. طيب يا دكتور جابر كويس ان حضرتك بتقول الكلام ده مهم جدا. انما طيب انت دلوقتي يا دكتور جابر انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. قبل ما نستكمل بس، انه هذا التفجير الجبان والخفيف النهارده لا يمكن في الحقيقه، دي مخاطر لا يمكن. يعني النهارده يبقى في ميدان زحمه زي ده واحد يبقى شايل حاجه يحطها في مكان في وسط الزحام والكلام ده كله، ده في الحقيقه ايضا مساله يعني بتبقى صعبه جدا. فاللي انا بقول لك عليه دلوقتي مش معناه انه في مشكله. إن النهارده منظومه الكاميرات في الجامعه الغرض الاساسي فيها ان هي بتصور الجامعه نفسها. ايوه يا دكتور جابر بس انا مش تخرج بره الجامعه. طيب يا دكتور جابر انا ما قلتش حاجه، انا بتناقش مع سيادتك بس اسمح لي ان استوضح منك بس. لا اتفضل استوضح زي ما انت عايز. انت فضل. عارف مع سيادتك عندي يعني انت دكتور عزيز. ال 120 متر اللي على باب الجامعه دول مش برضو ليهم علاقة بالشغب اللي بيحصل في الجامعة؟ يا فندم اديني ما انا عايز اقول. خلينا بس الأول بس ناخدها نقطة نقطة. ليهم علاقة ولا مالهمش؟ لا لهم علاقة. كويس استنى بس كويس. لو أنت مش هتسيطر عليهم بالكاميرات، هل حصل بينك وبين الداخلية اتصال يسيطروا هما؟ يعني أمال إحنا هنسيبهم كده ال 120 متر دول؟ لا يا فندم الشارع ميدان النهضة المفروض لو يتم وضع فيه كاميرات ده مش اختصاص الجامعة، ومع كل لو سمح للجامعة ان هي تعمل كاميرات في المنطقة احنا على استعداد، ما فيش اي مشكلة. طيب يا دكتور جابر طيب. ونستطيع ان احنا نتقدم بطلب للأجهزة المعنية في المحافظة ونطلب ان احنا نعمل كاميرات في الشوارع اللي حول الجامعة ونربطها بمنظومة الكاميرات في الجامعة. طيب يا دكتور جابر كويس يعني دلوقتي انا دي مش شغلتي ولا يمكن تكون شغلتك بس، لكن هي اهتمامك الخاص، بمعنى ان انت بتهتم بالجامعه وما يحيط بالجامعه شأني يهمك طبعا قطع. ده صحيح. طيب كنا بقى ايه نقول الداخليه هنخاطب محافظه الجيزه ان هي تسمح للجامعه بوضع كاميرات في الشوارع اللي حوالين الجامعه، مفيش اي مشكله. طيب كويس، اتاخرنا ولا ده قرار عادي؟ لا ما اتاخرناش يا شوف يا استاذ محمود. اولا لابد ان نؤكد الى ان المصريين جميعا حكومه ودوله وشعب بيواجهوا الان ارهاب اسود متمثل في هذه التفجيرات الخفيفه. يا دكتور جابر ارجوك يا دكتور جابر بس عشان نبقى بنتكلم والناس ما تقولش علينا مبالغين. خلينا نكمل بس. لا معلش الكلام اللي هتقوله حضرتك ده كلام عام والناس كلها عارفاه. لا مش عام يا استاذ محمود. طيب. بعد اذنك انت طيب. عامل مداخله طيب. معايا انا تسرعت اتفضل قول زي ما انت عايز. لا لازم تسمح لي ان انا ابين لك وجهه الصوره. طيب من فضلك يا دكتور اتفضل. النهارده لابد ان الجميع يتكاتف في ويقوم بدوره في مواجهه هذا هذه المساله اللي لا يمكن في الحقيقه القاء مسؤوليتها على الجامعه او الداخليه او اي مكان. كلنا في الحقيقه لابد ان نقوم بهذا الدور، لان واحد بيبقى ماشي في الشارع في جيبه قنبله ب 30 جنيه يقوم مسقطها في مكان وزنه طيب ماشي. يا دكتور جابر ما انا هقول لحضرتك بس دلوقتي انت فتحت الجامعه ومش مركب كاميرا على البوابه الرئيسيه اللي اتضربت من 6 اشهر.
حصل حادثه في المكان ده من 6 اشهر. لا 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 لا، انا بعد اذنك الكلام ده غير صحيح. طيب بعد اذنك يا استاذ محمود. طيب الكلام طيب ده غير صحيح. طيب مش المساله صحيح. بعيده، حتى كاميره البوابه ما تجيبش المساله دي. ما تجيبش 120 متر. طب وانت هتركبها ليه بقى؟ الكلام يعني الكلام اللي يعني الكاميرا دي يعني شركه فالكون، شركه فالكون مركبه كاميرتين على البوابات. ايوه يعني الكاميرا اللي حضرتك هتركبها دي ملاش لازمه؟ لا يا فندم لا لازمه، انما لا محيط، لا محيط جغرافي، لا محيط جغرافي يا استاذ. طيب محمود. طيب يا دكتور كويس، سيادتك بتقول يعني لا لا يعني لها محيط جغرافي بتعمل دايره. طيب يا دكتور جابر بتعمل دايره داخل الجامعه وقدام بوابه الجامعه ماشي. لا لا طبعا الكاميرا ليها حدود مهما كانت. كويس طبعا كويس. انا بقى انا مواطن بنتفرج بنسال سؤال بسيط. أوه. دلوقتي انت بتقول لابد ان نتكاتف جميعا للعمليه دي. المحيط الجامعه مسؤوليه الجامعه والمحافظه الداخليه صح؟ اه صحيح. هل الشعب ولا احنا قصرنا في ان احنا نعمل كاميرات في المنطقه دي؟ ولا ده كان لا اجراء لابد ان يؤخذ قبل ان تفتح الجامعه؟ لا شو ده تم يعني ولا احنا فوجئنا بان الولاد بيرموا قنابل في الشارع وما كناش عارفين ده؟ شوف انت يا استاذ محمود برضه نعم. سؤالك هنا يعني السؤال غلط. لا ما يمشيش بالشكل ده. طب يعني عدلهولي. انت لا ما يمشيش بالشكل ده يعني طيب مشيهولي. طيب السؤال دكتور. في قدر من السؤال في قدر من التربص ان كل الناس غلطانه في مجهود بيحصل ولذلك في اشكاليات بتبان بعد كده الناس تعالجها. ولذلك النهارده انا بقول لك يا خبر ابيض يا دكتور جابر. حرام عليك يا دكتور جابر، حرام عليك يا دكتور جابر. هو ظهر حاجة جديدة طارئة ولا هو اللي بيحصل ده حصل قبل كده؟ يعني انت بتتكلم كأن ظهر حاجة جديدة طارئة فنعالجها بما يناسبها. انا بقول لك ان يا خبر ابيض يا دكتور جابر. يا استاذ محمود في اصول للكلام. الاصل الاول اصول للكلام ان منظومة الكاميرات في الجامعة المفروض داخل الجامعة وعلى حدود اسوار الجامعة. تمام. انا ما عنديش سلطه قانونيه ان انا اركب كاميرات في الشارع. طب كويس الله. تمام تمام على عيني. الاخر النهارده بنتكلم في كاميرات خارج الجامعه. انا ما عنديش مانع كجامعه. طيب يا دكتور ولكن جابر. يؤذن ليا من الجهات المختصه. طيب يا دكتور بارك الله فيك، صلي على النبي بس واهدى كده عليه الصلاه. انت ما انا بص بقى بص بقى دلوقتي دلوقتي انت رئيس جامعه القاهره تمام، وانت تعلم ان ممكن يحصل مشاكل في شارع النهضه ده مش كده ولا ايه؟ ولا ده جديد؟ ايوه شارع النهضه مؤمن. لا احنا بنتكلم بس يا دكتور مش مؤمن بقى لان ما فيهوش كاميرات. ما هو حصل فيه تفجيرين يا دكتور. مين قال ان ما فيش فيه كاميرات؟ امال الحادثه دي ما اتصورتش ليه؟ لا دي مسألة أنت تسأل بقى المختصين هل في كاميرات ولا مفيش كاميرات اللي مختصين بتأمين الشارع. خلاص يبقى ده ما يخصكش بقى، ده احنا نتكلم على الداخلية صح؟ اه صح؟ لا لا لما تيجي تتكلم على الداخلية هات حد من الداخلية وكلمه. طب ما أنا بقول لك يعني ما خارج الجامعة ما يخصش حضرتك. خارج الجامعة ده الشارع، في تنسيق بين الداخلية وبين الجامعة، لما بيطلبوا من الجامعه حاجه الجامعه بتوفرها مفيش اي مشكله. طب انت انما اللي انا عايز اقول لك عليه اتفضل اللي انا عايز اقول لك عليه انه الحوادث اللي بالشكل ده يعني ممكن تحصل في اي مكان. تمام دكتور جابر نصار رئيس جامعه القاهره شكرا جزيلا لسيادتك. الحوادث ممكن تحدث في اي مكان وانا هوقف المناقشه عند هذا الحد. هو الدكتور جابر رايه كده وحر طبعا، هو رئيس جامعه القاهره وحر. مخلية بقى مسؤولة، المحافظة مسؤولة، مفيش كاميرات، كاميرا بتاعت الجامعة كانت عطلانة هتتركب. يعني ما اعرف مش عارف اعمل ايه، مش عارف. هو دلوقتي الدكتور جابر اتهمني بان انا بلوي دراعي الحاجات، لكن انتوا سمعتوا كلام الدكتور جابر وسمعتوا اللي انا بقوله وشفتوا الصورة. مين المسؤول عن الشارع من باب الجامعة لغاية كوبري الجامعة؟ الحته اللي بتحصل فيها مشاكل دي اللي هو اسمه شارع النهضه. مين المسؤول عنه؟ المفروض الداخليه والمفروض المحافظه. مين يعمل الكاميرات؟ هو من شويه قال انا هكلم المحافظ ونعمل الكاميرات، ما اعرفش مش عارف بقى. بس على فكره يعني اللي يكون في علمكم الحوادث دي بتحصل كتير.
يعني الحوادث دي بتحصل في كل، والمدرس اللي بيتحرش بالتلاميذ ده بتحصل في كل حته. والقمامه اللي طلعت في اسكندريه ووقفت الترمايه من على القضيب وطلعته عن القضيب برضو بتحصل في كل حته. السيسي يطالب وزير الاتصالات بالاعتماد على الانترنت فائق السرعه، دي ما بتحصلش في كل حته، بتحصل في مصر بس. رئيس الجمهوريه بيطالب بانترنت فائق السرعه. الحاجات الحلوه بتحصل عندنا احنا بس. هم عايزيننا نقول كلام متفائل، نقول كلام متفائل بسيطه يعني، مش مشكله.